في عام 2003 عانى الرئيس عرفات من حصوات بالمرارة، وفي حينه نفى مساعدوه أن يكون قد أصيب بسرطان في المعدة، غير أن حالته الصحية تدهورت سريعا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث أصيب في 12 من الشهر بنزلة برد أثناء سيره بالمقاطعة برام الله. وقال مساعدوه أنذاك أنه شعر بأعراض برد وخلد إلى النوم مبكرا، غير أن تصريحات مساعدي عرفات لم تبدد الشكوك حول صحته. فبعد أسبوع من إصابته بنزلة البرد وصل فريق طبي مصري إلى رام الله لفحص عرفات بعد إصابته بالحمى والغثيان والزكام، وقال مساعدوه أنذاك أن حالته تحسنت خصوصا بعد زوال الحمى والغثيان، وأصر على الصوم في مطلع شهر رمضان. وبعد 4 أيام من فحص الفريق الطبي المصري للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قام فريق طبي تونسي بفحصه أيضا، وحينها قال دبلوماسي تونسي أن صحة عرفات تتحسن وأن الفحص الطبي له لمجرد الاطمئنان عليه، غير أن عرفات وفي 27 من أكتوبر تقيأ بعد تناوله حساء ثم سقط فاقدا الوعي لمدة 10 دقائق. وفي اليوم التالي أصيب عرفات بالوهن والضعف وأصبح غير قادر على الوقوف، وعندها قرر فريق طبي من مصر والأردن وتونس سفره إلى باريس للعلاج بعد اختبارات مبدئية أشارت إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية في جسمه، وهي المكونات المسؤولة عن تجلط الدم. في 29 من أكتوبر الماضي تم نقل الرئيس الفلسطيني الراحل إلى فرنسا، وخضع عقب وصوله إلى مستشفى بيرسي العسكري بباريس إلى نقل دم. في ثاني أيام دخول عرفات مستشفى بيرسي بدأت التصريحات المتضاربة حول حقيقة مرضه، حيث قال مسؤولون فلسطينيون أنه مصاب باللوكيميا أي سرطان الدم، وأنه عاد لتناول الطعام مرة أخرى ونهض من سريره لفترة وجيزة، غير أنه في اليوم التالي زاد غموض مرض عرفات، حيث أفاد نفس المسؤولين بأن الأطباء يسعون إلى تحديد ما إذا كان عرفات مصابا بعدوى فيروسية أو بنوع من السرطان بعد استبعاد إصابته باللوكيميا. قام فريق معالج عربي مكون من أطباء من بعض الدول العربية بمعالجة الرئيس الراحل عرفات في مقر إقامته في رام الله، لكن هذا الفريق خرج وقال أن صحة عرفات جيدة. ألا نحمل هذا الفريق الطبي مسؤولية تجاه عملية وفاة عرفات؟ شوف أنا مش بحمل على الأقل على مستوى أنخاء المعلومات، ما أنا هقول لحضرتك أنا بحملهم مسؤولية انهم اذا ما كانوش شخصوا بكل الاحتمالات، يعني انا راجل معلوماتي عامه في الطب اعرف كمعلومات عامه ان صفائح الدم لما بتتكسر بيبقى لها عده اسباب، واحد كذا لوكيميا، اثنين تناول السم بطريقه معينه وبنوعيات معينه، ثلاثه التعرض ل استخدام أدوية بكميات، عدة عوامل يعني دي معلومات عامة. الفريق الطبي يكونوا يعلن هذا الرأي قدام أجهزة التلفزيون ده موقف سياسي لا بأس منه، لأنه رئيس دولة ومفروض أن بيبقى فيه احتياط، إنما أنا يهمني جدا التقرير الطبي اللي هم كتبوه اتقال فيه إيه، وهل اتحطت فيه هذه الاحتمالات أو لا. اللي انا مستغرب له لغايه دلوقتي ان هذه التقارير الطبيه لم يشر اليها، ولم يقال، ما حدش قال ان كانوا كتبوا تقرير ولا لا، وهل حطوا فيه كل هذه الاحتمالات ولا لا، وايه مقترحاتهم علشان يحسمهم عمليه التشخيص. ده اللي يهمني، لو حصل في هذا يبقى في توافق، ما حصلش الكلام ده يبقى في تقصير. وكلاهما كارثه.
كانت هناك علامات استفهام عديدة مطروحة أمامهم، لأنهم كانوا يرون ظواهر غير طبيعية في مرض ياسر عرفات، وكان هناك تخبط ما بين الإنفلونزا والبرد والالتهابات واللوكيميا. وأظن لو أن أحدا منهم عرف ذلك لكان من الممكن. وأعتقد أن هناك محاولات كانت تجري على قدم وساق لنقل عرفات إلى مدينة الحسين الطبية في عمان، أو إلى نقله إلى أحد المستشفيات المصرية، ولكن كل ذلك فشل أمام إصرار السيدة سهى عرفات، وأمام إصرار أعتقد ربما جهات فلسطينية بعينها على نقله إلى باريس وليس إلى أي مكان عربي آخر. ربما لو نقل إلى مكان عربي وكان الأمر متاحا كان يمكن أن يتم الإدلاء بمعلومات بعينها. وأظن أن كثيرين حتى منهم السيد ناصر القدوة وغيرهم أبدوا كثير من علامات الاستفهام حول الإصرار الذي كانت عليه سهى عرفات في نقل الرئيس الفلسطيني إلى باريس. العلامة الاستفهام الثانية انتقاله من رام الله إلى باريس. المفروض أنه ده رئيس دولة، مش ده رئيس دولة عادي، ده رئيس دولة في ظروف كانت تستوجب ضرورة اتخاذ احتياطات طبية وأمنية مشددة جدا، بمعنى أنه كان لابد أن يسافر معه فريق طبي، وكان لابد أن يسافر معه الطبيب الخاص بتاعه، ولابد ان هم اللي يعرضوا حالته الصحيه بتطوراتها على مين، وايه المقترحات علشان يوصلهم للعلاج او للتشخيص قبل العلاج ثم العلاج. تصورك لماذا لانه صاحب فريق